السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة المهارات الرقمية. عنوان درسنا برنامج محرر النصوص وورد، فتح وإغلاق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولاً، أجلس في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة. أيضاً، أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي. كذلك أنصت وأستمع جيداً لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس، وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيداً. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على برنامج محرر النصوص وورد. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يعرف الطالب والطالبة برنامج محرر النصوص وورد. ثانياً، أن يعدد الطالب والطالبة مميزات برنامج محرر النصوص وورد. ثالثاً، أن يفتح الطالب والطالبة برنامج محرر النصوص وورد. رابعاً، أن يغلق الطالب والطالبة برنامج محرر النصوص وورد. أعزائي الطلاب والطالبات، قد يطلب منا معلمنا أن نكتب قطع صغيرة أو موضوع بسيط، أو نكتب أسماءنا باستخدام الحاسب الآلي. كيف سنقوم بذلك؟ وما هو البرنامج الذي يساعدنا على كتابة الموضوعات البسيطة وكتابة أسمائنا أو كتابة كلمات بسيطة؟ هو برنامج مايكروسوفت وورد، أو برنامج محرر النصوص وورد. ما هو برنامج محرر النصوص وورد؟ مايكروسوفت وورد، برنامج مايكروسوفت وورد اختصاره كلمة وورد، الكلمة الأخيرة. إذن هو برنامج مايكروسوفت وورد نختصره بكلمة وورد. برنامج وورد كيف يكون شكل أيقونته؟ كما ترون هنا لونها ماذا؟ لون السماء ولون البحر. إذن ما لونها؟ أحسنتم، أزرق. يوجد بها حرف W باللغة الإنجليزية على كلمة Word. إذن برنامج Word كما نرى هذا شكل أيقونته، يسمى برنامج محرر النصوص مايكروسوفت Word، واختصاره كلمة Word كما نرى هنا. إذن هذا شكل أيقونته. ما تعريفه وبماذا يفيدنا؟ برنامج مايكروسوفت وورد هو أحد البرامج التطبيقية نستخدمها لإنشاء المستندات وتحريرها وتنسيقها وطباعتها. نستطيع من خلال برنامج مايكروسوفت وورد كتابة الموضوعات وإدراج الصور، كذلك نستطيع طباعة ما نكتبه على شكل أوراق كما ترون. إذن هو أحد البرامج التطبيقية التي تستخدم لإنشاء المستندات، كذلك تحريرها وتنسيقها وطباعتها. هيا نرى نموذجاً كيف أفادني برنامج مايكروسوفت وورد. استطعت كتابة هذا الموضوع عن عالم الأسماك، قمت بتنسيق الموضوع، أيضاً قمت بطباعته عن طريق برنامج مايكروسوفت وورد. هذا ما سنتعلمه اليوم وما سنتعرف عليه، برنامج مايكروسوفت وورد. بعد أن تعرفنا على فائدته، كما ترون هنا نستطيع من خلاله كتابة الموضوعات المختلفة من خلال برنامج مايكروسوفت وورد، كذلك نستطيع أيضا أن نقوم بتنسيقها. ما هي مميزات برنامج مايكروسوفت وورد أو برنامج محرر النصوص وورد؟ لديه مميزات جميلة. هيا نرى أبرز مميزات هذا البرنامج. ما اسمه؟ أحسنتم، مايكروسوفت وورد نختصره بأي كلمة؟ أحسنتم، وورد، برنامج وورد. هو من أشهر برامج معالجة النصوص وأكثرها استخداماً. إذن هو يستخدم بكثرة من قبل العديد من الأشخاص. إذن هو برنامج شهير جداً ونستخدمه بكثرة. أيضاً يمكن من خلاله تحرير وطباعة النصوص كما فعلت قبل قليل.
نستطيع من خلاله تحرير وكتابة النصوص والموضوعات التي نريدها، أيضا نستطيع طباعتها كما رأينا قبل قليل في الورقة المطبوعة عن عالم الأسماك. أيضا من مميزاته أنه يستخدم في برنامج محرر النصوص، يستخدم للكتابة، نستطيع الكتابة بواسطة هذا البرنامج، نستطيع كتابة المواضيع المفيدة، كذلك نستطيع كتابة أسماءنا، كذلك نستطيع كتابة جمل قصيرة باستخدام ماذا؟ أحسنتم، برنامج مايكروسوفت وورد. مرة ثانية، ما هي مميزات هذا البرنامج؟ هو من أشهر برامج معالجة النصوص وأكثرها استخداماً، إذن هو برنامج شهير جداً ويستخدم بكثرة. أيضاً هو نستطيع من خلاله تحرير النصوص وطباعتها كما فعلنا وكما رأينا قبل قليل في الورقة التي قمت بكتابتها وطباعتها. أيضاً يستخدم برنامج محرر النصوص لماذا؟ للكتابة، أستطيع من خلاله الكتابة، كتابة مواضيع كثيرة مفيدة ومواضيع طويلة أو مواضيع قصيرة، أستطيع كتابة اسمي، أستطيع أيضاً كتابة دروسي. إذن يستخدم لماذا؟ أحسنتم، للكتابة. كما ترون هنا استطعت كتابة هذا الموضوع عن حديقة الملك سلمان باستخدام برنامج ماذا؟ أحسنتم، مايكروسوفت وورد. كيف نستطيع تشغيل هذا البرنامج؟ تعرفنا على فوائده، إذن هو برنامج مفيد جدا، كيف أستطيع تشغيله؟ هيا نرى الخطوة الأولى لنتعلمها من قائمة ابدأ. هيا نقوم بعد قليل بالتدريب العملي خطوة بخطوة، ولكن أولا نستطيع تشغيله من خلال قائمة ابدأ، بعد ذلك أنقر بالفأرة على شكل الأيقونة، أيقونة مايكروسوفت وورد، فيفتح لي البرنامج كما نرى هنا، هذا شكل البرنامج مايكروسوفت وورد. مرة ثانية من قائمة ماذا؟ ابدأ، احفظوا شكلها، سوف نقوم بالتدريب العملي بعد قليل. إذن هذا شكل قائمة ابدأ. بعد أن أنقر على قائمة ابدأ ماذا أفعل؟ أبحث عن أيقونة مايكروسوفت وورد، هذا شكلها، أنقر عليها يفتح لي البرنامج كما ترون، هذا شكله. هيا نبدأ بالتطبيق العملي من قائمة ماذا قلنا؟ من قائمة ابدأ. إذن بالفأرة أقف عند قائمة ابدأ، أنقر عليها، تظهر لدي البرامج المتعددة، أبحث عن ماذا؟ ما لونها قلنا؟ أزرق، بداخلها حرف W باللغة الإنجليزية مكتوب باللون ماذا؟ الأبيض، أحسنتم. إذن هذا هو برنامج وورد كما نرى هنا. ماذا أفعل الآن؟ الخطوة الثانية، أنقر عليه، نقرت عليه، الآن يبدأ بالفتح كما نرى، هذا شكل صفحة برنامج مايكروسوفت وورد، من خلاله أستطيع الكتابة كما نرى هنا. إذا من خلال برنامج مايكروسوفت وورد أستطيع الكتابة كما نرى، فلنكتب كما نرى، نستطيع كتابة الحروف المتعددة إذا من خلال برنامج مايكروسوفت وورد. مرة ثانية، كيف استطعنا فتح أو تشغيل برنامج مايكروسوفت وورد؟ من خلال، أحسنتم، ابدأ كما نرى، أنقر على زر ابدأ، الآن أبحث عن البرنامج، قلنا كيف شكل أيقونته، لونها ماذا أولا؟ أحسنتم، أزرق، بداخلها حرف ماذا؟ W مكتوب بأي لون؟ بالأبيض، أحسنتم، أبحث عنه كما نرى، لدينا اختصاره وورد، أنقر عليها يفتح لي البرنامج، هذا شكله كما ترون، صفحة بيضاء ولدي هنا أدوات للكتابة. إذن تعرفنا كيف نقوم بتشغيل برنامج مايكروسوفت وورد. لدي الآن نشاط صغير، هيا نقرأ نشاطنا. لون أيقونة برنامج محرر النصوص مايكروسوفت وورد، ما لونها؟
أزرق أم أحمر أم أصفر؟ ما رأيكم؟ لون السماء ولون البحر. أحسنتم، لونها أزرق، رائع. إذن لون أيقونة برنامج مايكروسوفت وورد لونها أزرق. أكمل الفراغ، اختصار برنامج مايكروسوفت وورد، ماذا قلنا؟ أي كلمة؟ أحسنتم، كلمة وورد. إذن اختصارها كلمة وورد، نتذكر الكلمة دائما، مايكروسوفت وورد اختصاره وورد. أحسنتم، ضع العلامة المناسبة. من مميزات برنامج محرر النصوص وورد أنه من أقل البرامج استخداماً. قلنا إنه من أكثر البرامج استخداماً ومن أشهر البرامج. إذن هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة خاطئة. بعد أن قمنا بحل النشاط، لدي توصيات لولي الأمر. توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه، تعميمه في مواقف مشابهة، تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.